مباراة نهائية راح تكون صعبة على الفريقين وعلى الجانبين. احنا رانا نبريباري ان شاء الله نكونوا في ان شاء الله نكونوا في المستوى نهار الماتش، ونتمنى المباراة هذه تكون في خاصة تكون في روح رياضية وتكون عرس كروي، خاصة هذا باش نعطوا صورة على الكرة، على خاصة على البطولة تاعنا وعلى بلادنا، خاصة بحضور رئيس الجمهورية. بون سينا نوجدوا المباراة كما أي مباراة، بصح على بالنا سي ان ديربي راح يتلعب على دي ديتاي، وين ما سينا ما نديروش بزاف بريسيون علينا، وإن شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا ونفرحوا كامل، ونوعدهم نجيبوا لهم الكأس إن شاء الله.